188 ها 6 سلندر ها هذا سيم سيم هدد ها شفت المواصفات جي اس هدد طيب 8 سلندر ما يجي وين نفسه هذا وينه نفسه هذا ورا كم سعر 200 208 هدد ها طيب خليه يفتح لي ممكن ايه هذا هدد نفس اللي قبل بس صار جنط حديد عريض وصار يكتبون عليه جي اكس ار ولا نفس الهدد اللي قبل اللي هو 2015 كرسي كهرب في حساسات قدام ورا بدون تثبيت مرايا ازرار تحكم ثبت سرعة في دفلك شاشة معلومات صغيرة فتحة هذا هدد اليحيى ميتين وثمانية ست سلندر 188 هذا ثمان سلندر 208000 ست سلندر 188 الفتحة هذه حقت يو اس بي دفلك ثبت سرعة فتحة هذا سعره 185 الاوتوماتيك 188 هدد
اثنين كهرباء حساسات. ثبت سرعة شاشة